الأحداث اللي حصلة دي هي يمكن ربنا أراد بيها إنه يجمع شملنا ونحس إن إحنا عندنا قوة وعندنا إيمان وعندنا قضية نقدر نقف مع بعض يد واحدة إن إحنا نقدر نقول لأ للي إحنا مش عايزينه. فأعتقد إنه آن الأوان يعني إن إحنا نلم شملنا كعرب وإن إحنا نقف ونرفض ما يحدث في القدس. أثبتوا إن أنتوا الصمود ده يعني نابع منكم، وربنا يا رب ينصركم، النصر من عند ربنا إن شاء الله. شعب فلسطين، إحنا معاكم بجد والله، إحنا معاكم بقلبنا وبنعمل اللي نقدر نعمله، ولو في حاجة في إيدينا نعملها أكتر من كده إحنا كشعب هنعمل. وعايز اقول ان ما تيأسوش وربنا معاكم، واحنا معاكم لاخر قطره. يمكن كلنا يعني، هو طبعا ما فيش كلمه ممكن تتقال يعني تعبر عن اللي احنا حاسينه، بس يمكن كل واحد فينا، كلنا مجتمعين يد واحده وكلنا بنغني مع بعض عشان نقول القدس هترجع لنا ان شاء الله. وبتمنى يا رب، وكلنا بنتمنى ان فعلا القدس ترجع لينا، ويا رب ربنا مع الفلسطينيين واحنا معاكم وقلبنا معاكم وروحنا معاكم وكلنا يعني كلنا معاكم واقفين معاكم، وما تخافوش ان شاء الله القدس هترجع لنا. اللي اقدر اقوله ان ربنا ما دام اختار البلد دي فيها كم شهداء كتير كده، يبقى ربنا بيحب البلد دي جدا وهينصرها. ان اصواتنا كلنا مع بعض متحده، واصوات كل العرب من قلبنا بنقول القدس هترجع لنا ان شاء الله. اللي بتمناه بيتمنوه كل الناس، مفيش حد في الدنيا يحب يشوف حروب ويشوف ناس بتتعذب وأطفال مش قادرة تاكل وبتفقد أهليها. فطبعا إحنا وأنا زي كل الشعب بتمنى من كل قلبي إن ربنا يحط إيده في فلسطين وينجي شعب الفلسطين. إحنا يعني إحنا بنتعلم منهم الصمود والكرامة وكل هالمعاني الكبيرة اللي من غيرها يعني الإنسان ما له أي قيمة. يعني إحنا معهم دائما قلبا وقالبا وفنا دائما في خدمة هذه القضية المقدسة، قضية فلسطين اللي بيسقيها بدم الزكي الشهداء الأبرار اللي أصبحوا مثال أعلى للتضحية والعطاء.